تفضل يا أخي أبو عبد الرحمن معنا على الخط. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير. تفضل سؤالك. الشيخ لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للقروض حقت البنوك. الآن القرض الراتب بينزل على البنك هذا. والبنك هذا مقدم قروض سلفة. على أساس إنه يأخذ من الراتب المبلغ. نعم. ويعطوني مبلغ وهم ياخذ المبلغ معين من الراتب هذا. نعم. طيب القرض يا اخي الحسن، القرض الحسن معناه ان يعطيك مالا تنتفع به ثم ترد عليه بدله من غير زياده. اما اذا كان البنك او غيره ياخذ زياده على القرض، يشترط زياده على القرض، فهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على هذا، أن زيادة القرض المشروطة أنها ربا، ربا صريح والعياذ بالله. نعم.